مرحبا، يعطيك العافية. يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة أيتها الأرواح الجميلة. عندنا بالأردن دخل فرض فصل الخريف، وتقريبا يعني عندنا بالأردن ما بيعتبر خريف، يعتبر بداية الشتاء. فالجو برد، بس لسه بس مرة نزل شتاء، هبات المطر، وإن شاء الله إن شاء الله تزيد، لأنه عشان الموسم الزراعي. وللمزارعين إن شاء الله. هيك صفنت شوي، يعني سرحت شوي، لأنه ما بعرف إذا طالع عندكم لما بالفيديو على اليمين فوق إذا لاحظتوا شي، ما بعرف، زي هيك الضوء مكثف أبيض، ما بعرف، هذا إشي خاص فيني وأنا بفسره. قبل ما أحكي عن فوائد المي، اللي هو موضوع الأوديو اليوم، فوائد طبعا المي للجسم، قبل شوي خلصت فيلم على نتفليكس اسمه In My Dreams، في أحلامي، كتير حلو عن جد، من أجمل الأفلام اللي شفتها. بحبس الأنفاس، ما بدي أحكي لكم شو هو، اللي عنده نتفليكس كتير حلو يحضره. فيلم رومانسي، بس انطباعي عن الفيلم او اللي طلعت منه من الفيلم، انه الواحد اذا بيحلم بشغلة وبحد وبيآمن انه رح تتحقق، والقدر وربنا طبعا، بحكي القدر ميتافور زي ما بقول باللغة الإنجليزية، بس هو طبعا ربنا، تدبير ربنا، مع تدبير ربنا بتحقق هذا الحلم. عن جد كتير كتير حلو. هلا رح أحكي عن فوائد المي. قبل الأسبوع الماضي أنا اشتركت ب زي حلقات مجانية بموقع اسمه جايا، GAIA، زي أفلام وثائقية كل يوم لمدة 4 5 أيام. خلص هذا الاشي، يعني كانت فترة معينة، يعني كان مرة عن يعني الحلقة، واحدة من الحلقات عن المي، كتير حلوة الحلقة كانت، اسمه Water Healing، الشفاء بالماء. يعني رح أحكي يعني شوي شو كان من الحلقة، لأنه طبعا ما بقدرش أحكي كل إشي عنها، لأنه يعني اللي بيستحق يشوفها أو بيستحق يشوف مثلا الأبحاث عن المي وبيدور بياخد معلومات أكتر. بس أنا يعني رح أحكي لكم شو اللي كيف بدي أحكيها، شو اللي استفدت منه، وشو اللي خلاني برضو في معلومة انبهرت منها. هلأ معروف إنه الإنسان مكون من 70% من المي،
والمي هذه معلومة ما بعرف إذا الكل بيعرفها ولا لا، إنه بخزن معلومات. إذا يعني بتبحثوا أكثر راح تشوفوا كيف التجارب وكيف كيف إنه بخزن معلومات. وفي برضو عالم ياباني نسيت صراحة اسمه، عامل تجربة إنه إذا مثلا إن كان على المي أو حتى كان على الرز على ما أعتقد، زرع رز وبرضه مي يعني تجربة تانية، وحط هلا تذكرت إنه المي أو الرز والله ناسي، بس المهم إنه واحدة من هاي التجارب مي أو الرز حط 3 أوعية. الأول حكى لها كلمات مفعمة بالأمل، مفعمة بالحب، والتاني تاني وعاء حكى كلمات مش يعني مثل الكره. أظن اللي متذكريته إنه بالوعاء الأول قال أنا أحبك، يعني أعطى ذبذبة الحب، يمكن هذا بيبدو إنه جنون، بس هلأ بتشوفوا شو النتيجة. والوعاء الثاني حكى لها كلمات قبيحة إنه أكرهك. ثالث وعاء ما حكى لها ولا إشي وتركها، أعتقد الرز إنه مش المي. فشو كانت النتيجة؟ النتيجة اللي فيها اللي انحكى لها، انحكى الوعاء اللي انحكى كلمات جميلة، كان مفعم بالحياة، مرعرع، ما صابه أي إشي. اللي كلمات الوعاء التاني اللي انحكى كلمات قبيحة مش حلوة برضو صابوا، يعني صابوا عدم نمو، استعمل هو كلمتين ناسي شو بالضبط، يعني مش كلمة تعفن، تعفن الوعاء اللي تعفن اللي هو اللي تجاهله، بس الوعاء الثاني صابه يعني ضرر بس مش قد اللي تجاهله. فحكى يوميتها انه كيف التجاهل من أسوأ شيء ممكن يحصل، انه كيف قديش الكلمة بتأثر، هي هاي الكلمة أو التعامل بيأثر، هي هاي النقطة، ولأنه كل شيء طاقة، فكل شيء بيتأثر. أما بالنسبة لأوعية المي، لما تسلط عليها الكلمات الجميلة أو الصلوات، حتى إذا بتعمل البحث إنه هذا العالم الياباني برضه إنه عمل تجارب إنه حتى الصلوات كيف بتأثر على المي. أو مثلا كمان تجارب تانية، يعني حتى مش بس العالم الياباني، في علماء تانيين برضو حذوه إنه تجارب على المي، كيف تأثير الكلمات على المي، إنه حتى مثلا مجموعة من الناس حطوا نية مع شعور مثلا زي الامتنان والحب،
فلما كانت النتيجة إنه الجزيء تبع المي كان كتير هيك مشع وبراق ومتناسق طبعا تحت الميكروسكوب، زي الهندسة المقدسة، كمان شكله سداسي. وبعدين عملوا يعني وعاء تاني فيه مي، أو كاسة فيها مي تانية، وهالمرة سلطوا الشعور والنية، شعور الكره، الغضب، أي شعور سلبي، أي شعور مش إيجابي. فكانت النتيجة إنه الجزيء بكون هيك مكسر، غير متناسق، مش منتظم. فبما إنه إحنا مكونين من 70% من المي، فتخيلوا إنه كيف مثلا الحديث الداخلي، كيف إنه حتى إحنا نتأثر لما بيكون حديث سلبي أو حديث إيجابي. لما بنحكي مثلا حتى لحدا حديث سلبي أو إيجابي برضه، لأنه بيوصل. برضو من الأشياء اللي عرفتها إنه بما إنه المي بخزن ذاكرة، أو بخزن معلومات، عنده ذاكرة، إنه كيف بالمدن، إحنا عايشين بمدن، كيف إنه بيوصل عبر الأنابيب، عبر المواسير، بيكون منهك. يعني عن جد بيكون منهك، المي كائن حي. فبيوصلنا بحالة يرثى لها. الله أعلم كيف المواسير بتكون مصدية مش مصدية كمان. حتى يعني لدرجة إنه ممكن يوصلنا بحالة موت، إنه ما في حياة. فالحل مثلا، صراحة أنا ما جربتها، يعني كتير بسمع إنه إذا تشرب فخار أو أواني نحاسية بتشربوا فيها المي كتير مفيدة، بتعدل الضرر اللي صار عليه يعني من المي. برضو تقطير المي، هذا اللي عرفته يعني من هاي الحلقة، عشان يعني نستفيد منه للمي، لأنه أي شيء بنحطه في جسمنا، لأنه الجسم أصلا مكون يعني الدم مثلا، الليمف، عشان هيك بنصحوا بشرب الماء بكثرة كمان، لأنه هذا هلأ اللي حاحكيه. أنا هلأ يعني بحثت مواقع مش من غاية، إنه بيحسن المزاج، منيح للدورة الدموية، بيساعد على عملية طرد السموم خارج الجسم، بينظم درجات حرارة الجسم، محافظة على بشرة صحية، بحسن وظائف الدماغ. هذا طبعا جزء من فوائد الماء للجسم. المعلومة اللي ذهلتني صراحة من حلقة غاية، على حبات الثلج، snow flakes بالإنجليزي، ما بعرف كيف ترجمتها، إنه أنا اللي بعرفه إنه ترجمت حبات الثلج، حبة الثلج الكبيرة. إذا بتنحط تحت الميكروسكوب برضو بتكون شكل جميل هندسي سداس، زي النجمة السداسية، أو حتى يعني
أشبه للنجم السداسي من ست، لأنه من ست أضلع. ما بعرف شو معناه، يعني ليش ستة. اللي دهلني إنه كل حبة تلج مش زي التانية، يعني كل حبة تلج متفردة بشكلها، وبقدر العلماء إنه حبات التلج عددها أكتر من، يعني هذا التقدير، بتوقع تقدير بس مش صحيح، يعني هذا افتراضي، تقدير افتراضي، إنه حبات التلج أكتر اللي بتنزل أكتر من عدد ذرات الكون. هذا اللي سمعته، هذا اللي فهمته. فتخيلوا، تخيلوا إنه كل حبة تلج مش زي التاني بالشكل مهما كان، يعني كل وحدة بتعمل شكل هندسي معين متفرد. فسبحان الخالق، وهذا الفيديو اليوم طبعا تعودتوا علي أنا ما بحكي لسه بطلاقة، يمكن هذا برضو يمكن شغل لازم أشتغل عليه. لما بوقف شوي ما بكون عم برتب أفكاري، يعني بشوف إيش في كلمات يعني ممكن أحكيها، بس حسيت لأنه قبل شوي إنه لازم أحكي هذا الحكي. طبعا اللي حكيته هلأ عن الماء وفوائده، هذا فيض من غيض. طبعا ما ننسى إنه كيف ممكن فايدة للكرة الأرضية، كيف إنه مهم الأنهار والمحيطات والبحار، مهم جدا. إذا كان الجفاف هذه مشكلة عالمية، مشكلة مثل المناخ، وممكن يعني بالأوديو القادم أو ما بعرف، يعني ممكن أختار موضوع تاني، بس إنه ممكن في المستقبل إنه أحكي عن فوائد الماء الروحية برضو، كام فوائد للروح. وبس إن شاء الله بتمنى لكم أوقات سعيدة، واشربوا مي بكثرة حتى لو بالشتاء، لأنه كتير مهم، مش بس بالصيف الواحد بحس بالعطش. حتى ما تتركوا حالكم لأنكم تعطشوا، اشربوا مي، داوموا على شرب المي، ويعطيكم العافية.